بصحة الشابو. الله يعطيك الصحة. تتفيلي علينا بالصيف ياك. تتفيلي عليكم بالصيف ودابا حنا تفرحينا بالعطلة تتفكرينا بالعطلة ياك. نحيدو بعدا باش نخليو لا لوميير كيف قالتنا المخرجة باش يبقى على لو فيزاج. دونك أنا اليوم غادي نتكلموا كيف قلت لكم بعدا صباح الخير عليكم وصباح الخير للمشاهدين. اليوم غادي نتكلموا على كيفاش نقدروا نكونوا على قمة الشياكة في طول النهار، يعني ماشي ولا بد خصنا نكونوا شيك غير بالليل، نقدروا نكونوا شيك حتى بالنهار. ألوغ مثلا بهذا الشابو، مثلا غير ان شابو جاك يعني السيده ماشي ولا بد تكون لابسه شي حاجه غاليه باش تكون انيقه وتكون فيها الشياكه. الوغ نقدروا كيف انا لابسه غير اون شوميز بلونش بحال هذه اللي لابسه وان بونطالون بلون كتكون زوينه، خصنا نزيدوا على دي اكسسوار وكتبدل اللبسه كامله. الوغ غنشوفوا العرض في نفس الوقت، غادي نتكلموا على هذه اللبسه هذه ديال البنات العمليات اللي زعما الناشطات اللي كيمشيو للخدمه ولا تيمشيو للمدرسه. عندك ان بونطالون بلون اللي حيت دابا خصنا نزعموا على الالوان ديال الفاتحه ديال العربي، وكنت نشوفوا القميص بحال ان بلو غادي البلو ديال الجين، تنزيدوا عليه ان اكسسوار من في العنق ديالها، ولو بول من الفوق اللي علاش حنا خديتو مثقب بالبيض باش كيخرج لينا ديك لا كولور ديال لا شوميز، حيت القميص جاي خديناها بيضاء وفي التريكو بيض ما غاديش يبان لينا داك اكيد داك التقيبات، وخاصنا نبينوا لا توني بهذه الطريقه هذه. وكيف ما تنشوفوا لو ساك سي اون بيتيت توج، يعني لو ساك تديرو باش يعطيك واحد اون توج دو كولور، ماشي ولا بد نلبسو حيت لابسه سبرديه لا بيضاء تلبس الساك بالبيض، تقدر دير الوان اللي بغات، يعني غادي حتى من لو فوشيا من التركوا دير لي كولور لي بغات. الوغ خصنا نعرفوا بان باش نكونوا انيقات وشياكه خاص دابور لا ديمارش، يعني السيده فاش تكون كتمشى في الزنقه خاصها تكون عندها واحد يعني الثقه في النفس وتكون عندها واحد الهيبه واحد يعني الشخصيه ديالها تكون غاديه في الثقه. فوالا حيت هذا هو الثقه، ولكن كاين هذاك الخط الفاصل ما بين الثقه والثقه في النفس الزائده، كاين خط صغير. انا ما تنقولش عاوتاني الزائده ما نفرطوش، اللي ما خصناش نمشيو خير الامور اوسطها وخاصنا نبقاو دائما في هذا على في الوسط. دونك هنايا كما تنشوفوا سي تري سامبل، اللبسه جد سامبل، فيها هذاك لا بتيت بروش زدتها فوق من هذاك لو بول باش تعطيك واحد الشياكه. هادشي علاش نقول انا زعما سي دي بتيت توش اللي كيبدلوا اللبسه كلها. وهاد لي بونطالون هذا كنزعموش عليه بزاف، ولينا تلبسوا بزاف مالوغوزمون الجين. لي جين سي بو وي، ولكن ما نسوش بان حتى هاد البيسات هادو سري ولا بحال هكا ديال الثوب تيكونوا تري شيك، وكتقدر السيده تلبسهم مع لي طالون، وكيف ما تقدر تلبسهم مع دي 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 باسكيت ولا دي شوسيور بلات. الوغ انا علاش انا فكرت في هاد لو بونطالون اون ميم طون تيطول القامه ديال السيده حيت هما عندهم لي غيور جاو يعني فيرتيكال فوالا فيرتيكال، وكيكون القصه ديال السروال الي كوب دغوات، دونك ما تتبينش العيوب ديال السيده، كتبقى غاديه طوله حتى يعني كتبين رجلك طويله القامه هي طويله. اللبسه الاخرى حتى هي ديال الربيع حتى هي كتكون سيده انيقه جدا 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 مرتاحه في نفس الوقت بديك لي سونتان اللي لابسه كومبونسي لو بول ان كوتان لا فيست بالكوير اللي تاهي ان كامل لي بتيت بوكل دوغي اللي تتشوفو شتي غير لي بيرل تعطيوك واحد لو كوتي غلامور في اللبسه تتبدل كلشي. تقدرنا نشوفو حتى لو سوتوار اللي هو لو سوتوار فيه واحد لي بتيت بيرل ان رابيل دو بيرل، هادشي علاش انا درت هذاك لو سوتوار اللي تيبين تا هو اللبسه اذا حيدناه مازال سا مونك كيك شوز، يا كيك شوز كي مونك. الوغ باش نكونوا شيك خصنا نتفكروا لي بازيك بحال هاد لو بول اللي لابسه مثلا بالقطن امال، سي ان بازيك ديال القطن، يكون عندنا اون شوميز، يكون عندنا ان بونطالون بلون، يكون عندنا اون فيست بحال هادي، يعني في اللبسه كلها ماشي ولا بد خاصنا نكونوا لابسين شي حاجه كيف قلت لكم قبيله تكون غاليه، خصنا غير بحال دابا مثلا ان اكسسوار ولا اون فيست اللي تكون زوينه هي اللي كتبدل اللبسه كلها. غادي نشاهدوا عاوتاني واحد اللبسه اللي فيها مزيج ديال الالوان اللي هما ديال على الموضه اللي كنشوفوا هذا لو جون سي ان جون كامل شويه غادي الكامل غادي نو سي با جون موتان سي ان جون تابا فوالا اي ان ميم طون تنشوفوا لو فير كاكي اللي تنشوفوا سي تري جولي. الوغ لبست المانكان دي بوتين حيت باقيين حنا في الربيع دونك نقدروا نلبسوا مازال لي بوتين، وتنديروا هذاك لو بول فيه لي اكسسوار كما تنشوفوا في ديك لي بتيت فوالا لي بتيت فلور بلي ستراس باش كتعطيك اون بتيت توش دو داكسيسوار بلا ما
نديرو كولي نزيدو غير دي بوكل دوغي سا سوفي لارجمون اي ما نساوش بان تو سكي فيست بحال هادي اللي لابسه سلمى سي تري توندونس سي تري شيك ما كتكونش سخونه ماشي بارده مي او موان بعدا تو سكي لون ولا تري توندونس يعني فايت ركبه ولا جوسكو بي سي تري 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 جولي وكيف مثلا نوريو هنايا لو ميلانج دو كولور الي تري امبورطون لو فير كاكي كيما تعرفو كامل تيتواتا مع لو بوردو كيتواتا مع لو بيج كيتواتا مع لو روج اوسي خصنا نعرفو كيفاش ننسقو لي كولور حيت فيهم لي نيونس دونك هاد اللبسه اللي غادي نشاهدو ديال اون تيت سواري تري تري سامبا لي جوب بليسي كنلقاوهم راجعين عاوتاني على الموضه سي دي جوب نوار بليسي افيك لو بتي او et les chaussures en vernis ou les rouges à la mode. Quand tu as donc les tenues bحال les mules, rouge aussi le bout pointu en vernis demi talon, يعني سي دالي دابا مبغاش تلبس لي طالون كتلبس بحال هكا demi talon, كتبقى مرتاح كتبقى على الشياكة. Donc pour être belle et زعما يعني ما نحتاجوش للباس غالي ولا على الموضه يعني خصنا غير نعرفوا نختاروا لا بياس كيفو فوالا شي بحال دابا هاد لو بتي او في لو كولي ديجا لاصق في لاكسيسوار في لو او ما تحتاجش دير السيده لي زاكسيسوار تزيد غير دي بتيت بوكل دوغي ومن الاحسن تاخذهم يكونوا ان نوار باش تبقى في لا ميم لو ميم تيم دونك تتبقى السيده ميم لا جورني تقدر تلبس هاد اللبسه ماشي ولا بودا بور لي سواري مي انا لو تيم ديال هاد النهار هو اتر بيل في توت لي سيركونستانس يعني تقدر تكون بالنهار او لا بالليل تكون انيقه وجميله واخر لبسه اللي هي كما تنعرفوا فاطمه نلبسوا الكسوه الكحله اللي كلشي تيعرفها كتجي تتواتي السيدات كلهم انا فكرت في هاد البيج وزدت على هذاك لي شارب اللي مثلا سي اون كولور اللي ما غنزعموش عليها وانا فكرت نديرها لكم مع هاد لا روب اي هاد لي كومبونسي ديال كيف قلت لكم دابا سي الربيع داخل لي كومبونسي انديمودابل هادو لو كولي بيان سور كيف ما تنشوفوا لو سوتوار اللي لابسه امال باين بزاف دونك تيبدل لك اللبسه كلها وبيان سور اذا فاش بغيت تجلس تحيد غير لي شارب وكتبقى السيده انيقه وجميله شكرا لك ليلى حديوي على نصائح اليوم ننتظرك يوم الاربعاء المقبل ان شاء الله مع اللباس التقليدي وضيفه جديده في انتظار ذلك غزلان كوار تصورينا اسرار الجمال مع القهوه